أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم. بل وندعي العرب إذا ما انحرف العراق لا سمح الله عن هذه المبادئ أن يجيشون على الجيوش. إن القدس الشريف يناديكم. وإحنا بنقول إن إحنا عم بنتعامل مع دول العالم ما حدش يتدخل في شؤون. الثورة الفلسطينية لا بتخاف ولا بتترعب. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. الحمد لله أصبح الاتحاد محبوب، أصبح مرغوب. أن نعمل عمل الخير واسم وبعضنا يدفع بالتي هو أحسن عن الآخر. فلنحمد الله على ما أسبق علينا من نعم الأبن والأب. مثلا يعني آخر مهمة قمت بها جيت للرئيس مبارك بعد الاضطرابات اللي حصلت في مصر في 25 يناير، حملت رسائل للأخ محمر وجئت إلى هنا وقابلت الرئيس وعدت إلى هناك وقابلت قيادات المصرية وعمر سليمان رحمه الله. في أمور لا تناقش ولا تكتب في الورق حتى أكون أكثر دقة. مو أنا أبيك تكون أكثر مع دقة مع بعض الدول ومع بعض الرؤساء. أبي أمثلة. خلاص النظام راح والشخصيات لا ما راح مازال قاعد. الشخصيات مش موجودة. طيب خلينا نقول على الأقل هذا نبي أمثلة حتى بس أتظن أنك عندما حرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم من آت. هذا بالمناسبة كلمات لشاعر من الجزيرة العربية قالها وتناغمت مع ما حدث في ليبيا وما حدث مع القذافي شخصيا في 2011 طيب فاحنا ما هذا الفكر لا يموت. خلينا نستبعد خلينا نطلع من مصر لان احنا تكلمنا كثير عن مصر. ابي امثله ثانيه بصفتك مبعوث خاص صارت ونقلت رسائل سريه الى اوروبا مثلا مثال دوله مثلا ذهبت الى قلت لك بالامس ذهبت الى ايطاليا في مهمه بتاعت حرب العراق وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا في مهام. قد فريق بعد 11 سبتمبر ليبي مجموعة من الأمناء والشركات الليبية بعد عودة علاقتنا مع الغرب لكي نعطي وجه آخر لليبيا اقتصادي. ذهبنا لبريطانيا وذهبنا إلى ألمانيا وإلى لعقد صفقات إسبانيا. إيه معنا فريق متخصص في هذا لأن كنت رئيس الشرفي لهذا الفريق وأنا اللي رتبت هذه اللقاءات في هذه الدول بصفتك الحين المبعوث الخاص. إيه نعم. إيش تبي تاني؟ أبي أطلع بعد معلومات أكثر يعني بس أبي أسرار أكثر أخ أحمد. ما كان عندنا سر إحنا كل اللي عندنا في الطبق خلينا نطلع عليه بالطبق ونقول الحين في البرنامج. إيه؟ أبي مثالين عن اللي صاروا في الطبق. مثلا في الملف الافريقي يعني ذهبت في مهام كثيره لجنوب افريقيا اللي طبعا كل دول بدون استثناء حملت رسائل. انا حملت رسائل اكثر 100 دوله 100 رئيس دوله يعني من القذافي في مع طهران مع سوريا مع طهران وسوريا. شنو الرسائل اللي كنت تبعث؟ لبنان. لا خلينا في طهران وسوريا. المملكه العربيه السعوديه اليمن طهران وسوريا. اه ايش كانت الرسائل؟ حكينا في امس هذا موضوع طبعا ايران كان مهمه اخرى وطلب مني الرئيس خاتمي ان يتوسط في موضوع الصدر تكلمنا عن الصدر. اي هذا هو. المهمه الاخرى شنو كانت؟ سوريا ولا شنو؟ لا انت قلت طهران مهمه اخرى لكن خاتمي دخل على الخط وطلب منك ايش كانت المهمه؟ انا بحاول يعني القط اي خيط معاك بس لا شوف ايران كنا نريد أن نبدد مخاوف العرب من إيران. والحقيقة الرئيس خاتمي والرئيس الذي تلاه الرئيس نجاد؟ لا قبله أو خاتمي رفسنجاني. رفسنجاني كانوا كثير. إحنا العرب ضيعوا فرصة كبيرة في عدم
التفاهم مع هؤلاء الرئيسين. العرب ضيعوا الفرصة ولا الإيرانيين ما كانوا العرب جديين في مسألة إرسال الرسائل؟ إيش؟ لا لا، كانوا زاروا الدول العربية وحبوا يعملوا اتفاقيات وحبوا يديروا تعاون، وكانوا مفتحين وكانوا يتحدثون العربية بطلاقة، وكان بإمكاننا استغلال هذا هؤلاء في خلق حالة أخرى وقطع الفتنة بيننا وبين الدولة الجار اللي هي الإيران. فرص لديهم، أطماع لديهم، أحلام. هم والأتراك من حقهم، هذه دول تدافع عن نفسها، صنعوا قنابل ذرية، استغلوا الفراغ اللي موجود جنبهم. إذا الفراغ جنبك فراغ، جي فرنسا وأمريكا، أنا أولى به أيا كان. أيضا عندما تشكل أي خطر أنت في هذا المكان، أنا بدافع عن نفسي. العرب هم اللي ما يدافعوا عن نفسهم، هو الخلل مش في الآخرين، خلل فينا إحنا. حتى الغرب عندما يرى شباب أفريقيا يهدد بيدافع عن نفسه لكن إحنا ماذا فعلنا من أجل أنفسنا ومن أجل مستقبلنا ومن أجل هالاستراتيجيات التي تحاك ضدنا؟ ما هي استراتيجية العرب في الدفاع عن نفسهم كأمة؟ إحنا عدونا واحد، مستهدفنا واحد، نحب بعضنا ما نحبوش، قصة أخرى. من باب المصلحة، حتى لو لم نكن عربا ولم نكن مسلمين، أو هذا النسيج في شمال أفريقيا كان ينبغي يشكل كيان واحد يجد له مكان ومستقبل، وهذا ما فعلناه نحن. حاولنا جهاد، ليبيا كانت قاسم مشترك لكل عمل وحدوي في العالم العربي، مع المغرب، مع الجزائر، مع تونس، مع مصر، مع سوريا، مع السودان، ساهمنا في وحدة اليمن يعني. لكن ما فيش لا غيرنا وغير القذافي حرك ساكنا، لم تتحد المغرب مع الجزائر، ولم تتحد سوريا مع العراق، ولم تتحد السودان مع حتى مصر. ما حدش كان يفكر في هالتفكير أبدا، الناس عايشة، كل واحد يعايش وخلاص يعني. ما فهذا الصوت الذي كان يصطح به ويحذر من ما وصل إليه الآن هو القذافي. طبعا الناس تعتقد أن عندنا أطماع، وأن القذافي يريد الزعامة ويريد إحنا 6 مليون وخايفين منه، هاربين منه. أي أطماع القذافي؟ إحنا أرضنا مساحة كبيرة وبلد غني، ولذلك اليوم بعد ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه خلاص إحنا تهربين منا ليش؟ 2011 إحنا أوروبا أقرب لنا، نتكلم عن 2011 وإحنا قارة ولدينا إمكانيات، السواحل الأوروبيين أحسن وبضاعتهم أحسن، وما بنتناطحون إياه حتى بيجوا تفضلوا. طيب، فأنت استمريت في منصب المبعوث الخاص إلى 2011 في هذا مو منصب يعني، أو المنصب الشرفي، بس كنت تقوم بزيارات يعني ما أكلف به من الشهيد القذافي طبعا. طيب، حط نقطة على هذا الموضوع. قبل ما تناول بعض الأحداث والقضايا اللي صارت في الألفية الثانية، كيف كانت العلاقة مع سيف الإسلام القذافي؟ الاسم برز في السنوات الأخيرة قبل 2011، كيف شنو كان دوره هو تحديداً، وعلى المستوى الشخصي شلون كانت العلاقة بينك وبين سيف الإسلام القذافي؟ علاقة عادية طبعاً، هو ابن القذافي، وبعدين سيف درس في الجامعات الليبية وتخرج منها وذهب لتحضير الدكتوراه في بريطانيا وفي النمسا. أسس جمعية، جمعية السلام، يعني جمعية خيرية، في آخر عندما بدأ انتهت أزمة لوكروي وبدأنا مرحلة أخرى في ليبيا. وطبعا الناس القذافي كان يعرف أن صوت الشعب لم تعد، يعني الناس يعني لم تنجح في ليبيا بمعنى الله، ولم تنجح الموائمة بين النظرية والتطبيق. بدأ يفكر في طرح أمر على الليبيين أن يختاروا النظام الذي يرونه بالكافية التي يرونها. وكان هناك ناس مختلفين معنا، هل الأحزاب اللي خرجت وهؤلاء الناس اللي ضد سلطة الشعب. فكل في سيف هو كان يتواصل مع هؤلاء الناس لإعادتهم إلى ليبيا، وعادوا إلى ليبيا، وحتى اللي في السجون أفرج عنهم من السجون، وبدأ لإعداد لمرحلة جديدة يختار فيها الليبيون ما يريدون. وهذه النقاشات اللي حكيت لك أمس جزء منها، معمر كان يريد أن يسلم هذا الليبيين ويختاروا جمهورية، نظام ملكي، النظام الذي يرتضونه، وقال نذهب إلى السودان. وكان يهيئ سيف الإسلام أنه هو يمسك الحكم؟ لا لا، سيف كانت مهمته أن يتولى يعني تصحيح الخلاف بيننا وبين خصومنا لكي نحدد جميعاً مستقبل ليبيا.
ما كانش لا فيها توريث ولا فيها تكليف ولا فيها الكلام اللي غير صحيح. وبرضو سيف من هذا الجيل لديه أفكار، عمل جمعية أخرى اسمها ليبيا الغد، استقطبت الشباب يتكلمون عن عالم آخر يخصهم، لأن الأجيال التي خرج بعدنا بعد 40 سنة حلم آخر وتفكيرهم مختلف وأسلوبهم في الحياة مختلف، وأيضا العالم تغير والظروف تغيرت وبدأ العالم يعني أحلامنا نحن تراجعت. فكان هذا الغرض القذافي لم يكن متمسكا ب، ولو ترك الأمر بشكل طبيعي أو تغيير طبيعي، طبعا راعى الآخرين أن تم التغيير من خلال خاصة الغرب، فانقضوا على أجهضوا هذا العمل وقاموا بالانقضاض على ليبيا في 2011. استغلوا ما حدث في مصر وفي تونس، طيب سقط الجدار الشرقي والغربي وصل 2011. لكن في موضوع سيف الإسلام، أنت ذكرت هذا الكلام في كتابك أخ أحمد، بعد انتهاء أزمة لوكربي كان سيف في تلك الفترة بدأ الانتهاء من دراسته الجامعية، وكانت لديه جمعية القذافي لحقوق الإنسان، فتبنى تصحيح التجاوزات التي سبق أن أشار إليها والده في أكثر من مناسبة. كان سيف متحمسا واستعان بكل الناس وعمل معهم دون تحفظ، بداية من جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وغيرهم، استقبلهم وقام بتعويضهم ماليا، وأعاد من كان في الخارج إلى ليبيا، وأعاد من كان في السجن إلى أهله، وأعطاهم حقوق. نعم صحيح، قاد نوع من المصالحة. نعم نجح في ذلك. نجح ونجح هو احنا نقول نجح في ذلك الوقت، لكن واضح أن بعد ما ترتب عن هذا هؤلاء أخصوا مع القرآن أن لا يخونوا وأخرجوا من السجون. هؤلاء اللي هم من؟ الذين في ليبيا اليوم، هذه المجموعات الإخوان المسلمين أو غيرهم، أول ما سجنوا سيف وحاكموا أقسموا على القرآن أن شنو؟ أن لا يحمل السلاح. المصالحات تمت وفقا لمراجعات، والمراجعات كان فيها بعض الشروط، وافقوا على هذه الشروط وأقسموا أن لا يخونوا العهد وخانوا ووالوا اليهود والنصارى وهم وكبروا تحت راياتهم وهم مسلمين. تتكلم تحديدا عن الإخوان المسلمين؟ مخلص المسلمين وحتى الجماعة الليبية المقاتلة وبعض الأطراف التي ساهم أخونا سيف في إخراجهم من السجون، وحتى الإعدامات اللي كان يعدموا تم العفو عنهم وتم مصالحة كبرى، وكان يوم جديد في ليبيا كان ينبغي أن نبني عليه لا نهدمه ونؤدي بلادنا لهذه الكارثة. عبد الرحمن شلقم ذكر أن مزاج أبناء القذافي كان كارها لأحمد قذافي الدم، وذكر بعض الأمثلة وذكر بعض يعني العبارات اللي أنا ما راح أذكرها يعني في اللقاء. يعني هل فعلا كانت العلاقة متوترة مع أبناء القذافي؟ ما في عليش، هو ذكر العلاقة كانت كارهة، مزاجهم كان كاره لك. لا 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 لا، أولا أنا عمهم هؤلاء، يعني إحنا أبناء عمومة، والقذافي عاش معنا وأخونا الكبير، يعني إحنا أقرب الناس إلى القذافي عائلتنا، يعني والتحقنا به ونحن طلبة وعشنا معه وقتلنا كل معاركه هذه، ولم يعد وليس هناك مبرر ولس في الدولة حتى يحصل بيننا. لا هو نقل كلام عنك أخ أحمد، ها؟ هو نقل عبد الرحمن شلقم نقل كلام عنك أنك أنت أخبرته أن يعني أحد أبناء القذافي كان يتكلم بشكل غير بشكل لا يليق عنك. لا 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 لا، هذم أولادنا وكيف تكلموا عنهم؟ أمامهم. وبعدين شوف إحنا برضو يبقى حتى وإن اختلفنا بيننا، إحنا بادية وبيننا تقاليد وبيننا عرف، وإحنا عمامهم ما يقولوا علينا كلام ما يليقش. وليس هناك منافسة. بس هو صار خلاف معهم؟ لا لا، عليش أسأل ماشي. إذا كان هو يوم السلام يوم ما سيف دخل في هذا المعترك أنا كنت انسحبت، تقول لك أنا في الدولة قد يحصل خلاف في العقلية في التفكير في العمل في ما في مبرر للخلاف، مش ما يدعي مش بالعكس. طيب هذا المقطع ذكره الإعلامي المصري حمدي قنديل في كتاب عشت مرتين، بيتكلم عن تجربته في قناة الليبية. تجربة حمدي قنديل في قناة الليبية، ذكر أن قناة الليبية كانت منطقة في منطقة نفوذ مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، نعم، التي شكلها القائد ليعمل تحت مظلتها الوريث سيف الإسلام، نعم، وكان قد تنامى دوره داخل ليبيا. وعندما بدأ الحصار أصبح وجه
أصبح وجهها المفضل في الغرب، خصوصاً بعد أن تأهل، تكلم عن سيف الإسلام، خصوصاً بعد أن تأهل بشهادة دكتوراه عن الديمقراطية في المجتمع المدني حصل عليها من كلية الاقتصاد في جامعة لندن بعد أن قدم 1.5 مليون جنيه استرليني منحة للجامعة. كان كثيراً ما يتردد على لندن متنقلاً على الطائرة الخاصة لمحمد رشيد الرجل الغامض المسؤول عن أموال منظمة التحرير الفلسطينية. كان سيف الإسلام بالغ الاهتمام بالمال وشؤونه، وعلى الرغم من كل ما كان يشاع عن مهاراته وجولاته في المحافل السياسية فإنه لم يقترب من الساسة البريطانيين قدر اقترابه من ذلك الرجل الجشع المتصابي توني بلير الذي كان مستشاراً لوالده، وهو أيضاً الذي ساعده على نيل الدكتوراه على نحو ما نشرت الصحف البريطانية. إيش الدقيق في هذا الكلام؟ الصحيفة اللي نشرت عن سيف أنه دفع فلوس رفع عليه قضية وكسب هذه القضية في بريطانيا. إذن هذا جانب ملف أغلق، يعني غير صحيح. ثم إيش قلت لي ثاني؟ هو ذكر أن لم يقترب من الساسة البريطانيين قدر اقترابه من ذلك الرجل الجشع المتصابي توني بلير الذي كان مستشارا لوالده، وينتمي لأهم الأحزاب في بريطانيا، كان مستشار للقذافي. يعني إلى حد ما تستطيع أن تقول بعد ترك العمل. لا هذه ما تكلمنا عنها، يعني ما تكلمنا عنها، يعني رئيس وزراء بريطانيا السابق. أشوف ابتسامة عندك. ريت بعد أن تحسنت علاقتنا بالغرب وبلير هذا زارنا في ليبيا ومعمر حط رجله في وجهه. حط رجله في وجهه بأي معنى؟ حذاء حطه في وجهه. اليوم ما جانا في أول زيارة له كانت حرب العراق. هذا التعبير مجازي ولا هو فعلا حط حذاء في وجهه؟ لا حقيقة، يعني جلس وحط رجله. شلون حط حذاء في وجهه؟ يعني هكذا حط. أنا أعتذر من يعني حط إيه، وكتب عن الصحف البريطانية وأثرت ضجة كبيرة في بريطانيا. طيب، لأنه عمر كان مستاء، حتى هو رغم نظرنا في ليبيا عمر كان مستاء لأنه هو شارك في حرب العراق وتدمير العراق. في هو ليش زايركم؟ زارنا بعد تحسنت العلاقات وبدأت الأمور. كيف تحسنت العلاقات؟ تنطلق للأمام. إيه لا، كيف تحسنت العلاقات مع بريطانيا الحين إذا كانت هي سيئة من بعد التسوية اللي عملناها، موضوع لوكربي والقضايا اللي بيننا وبين الغرب. طيب، وقعنا اتفاقية ورفعوا كل القيود عن ليبيا وذهبنا إلى فرنسا وذهبنا إلى البرتغال وأسبانيا وكل الدول وإيطاليا وأمريكا، وما عاد لم يعد هناك قيود على ليبيا. الصفقة المعروفة. هو بادر أنه يبي يزور ليبيا ولا أنت وجهت له الدعوة؟ لا هو طبعا ولا كان في وصية؟ عندما عاد العلاقات وجهت دعوة اللي هو أن يأتي إلى ليبيا، وجاء إلى ليبيا طبعا بروتوكوليا لازم يشوفها معمر، وهو مصرين أن يلتقوا بالقذافي. طبعا وقتها ما كان عنده منصب. منو؟ توني بلير. لا، رئيس وزراء. لا، لما زار ليبيا كان عنده منصب. رئيس وزراء. لا زال كان. زارنا أكثر من مرة. طيب. ما هي زيارة واحدة. How is Britain? Hopefully, you know, we like all the countries at the moment, but very concerned about the terrorists. We go outside for lunch, they will do it. Okay, thank you. Okay. Give us. Thank you. Can we have a word, please? Are you pleased to have Tony Blair here? You're welcome, guest. I was particularly struck at our earlier meeting with Colonel Gaddafi by his insistence not only of Libya's determination to carry on down this path of cooperation, but also his recognition that Libya's own future is best secured by a new relationship with the outside world, and the recognition also of a common cause with us in the fight against Al-Qaeda, extremism and terrorism, which threatens not just the Western world, but the Arab world also.
زارنا بعدها بعد أن ترك الوزارة زارنا إلى ليبيا والتقى الأخ معمر أذكر عزمه على الغداء كنا في سرت فقال لي أنت اشتغل ماذا عملك الآن يعني شدير بعدها قال والله لا أجيد إلا العمل السياسي وأنا طبعا بلير كان يعمل في أنا أعرف نحن نعرف هذه المعلومة قبل والأخ معمر نكشه في هذه ال... قال أنت كيف إيش كنت تشتغل قبل أن تكون في ال... قال كنت أعمل في مقهى في باريس في الشانزليزيه لما كان أتعلم لغة فرنسية أعتقد في السبعينات فقال لك أنت تبي نشتغل معك صفرجي ولا حاجة في القهوة ولا حاجة هو توني بلير يقول إيه إيه طبعا على سبيل المزاح على سبيل المزاح طبعا إيه خلاص بعدين يعني يتواصلوا مع الإخوة وبدأ لا لحظة بعض الملفات اللي فصل لي فيها هذه كيف تواصلوا مع الإخوة هو على علاقة به بعض الإخوة على علاقة به وتواصلوا معه انتهت الجلسة شوف. هل معمر الأخ معمر قال لكم مثلا بما أن الرجل الآن خالي العمل افتحوا معاه استفيدوا من هذا الرجل أبي التفاصيل المعنى ريت كيف أنا أصلي أرفع سماعة الهاتف الآن أنا الليبي أكلم الرئيس كلينتون مكتبه أو الرئيس حتى الآخر اللي بعده شن صار أوباما وأطلب من الشركة أن يأتي لي أنا عندي إيفنت هنا ولا حاجة ولا افتتاح ولا مسابقة ولا حاجة أن يرعاها مقابل مثلا 100,000 دولار ولا 200,000 دولار والتذاكر يأتي واستضيفه هنا ويعمل معي في هذه المهمة ويلقي الكلمة التي تكتب له ويذهب هذا في الغرب يعني معتاد عليه ليس بدعة ليبية لكن لأن ليبيا كان الأمر يأخذ طبع مختلف لأن احنا ما عندنا لا مراقص ولا ملاهي يعني يحطوا في حاجة ما يحطوا في حاجة ملغومة بالمعنى أنه يقوم بمهمة لصالح ليبيا في بريطانيا في إيش شنو المهمات اللي كان يقوم فيها توني بلير لصالح ليبيا أنا لا أعرف لكن أعرف أنه عمل معنا في بعض ملفات بحكم وظيفته وهذا شرعي ليجل ما هوش ليس سريا ولا تحط طاولة لا هو لا. وغيره يعني ما لا هو تقولي ليجل وشرعي لكن شخص بحجم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وبين بريطانيا وليبيا في السابق ما صنع الحداد والآن يأتي رئيس وزراء بريطانيا السابق ويعمل مستشار غير مباشر للرئيس معمر القذافي انت حلي هذا الطلسم اللي احنا ذكرنا الحين يعني. اكيد 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 ما كان اكيد ما كان يعمل مع ليبيا يعني اقتناعا بثورة الفاتح اي بمقابل الموضوع أكيد. كله بفلوس لا بمقابل إيه وانا عندما اقول لك عند تزعز كلينتون تو كلمت الان وبعد اسبوع يكون عندي هنا اكيد دفع لي فلوس شنو جايني عشان لا انت كلينتون ما دفعت ولا فلوس انا اقول لك هذا في الغرب هؤلاء السياسيين لا انا ابي امثله عمليه احنا توني بلير احنا عرفنا ان انت دفعت ولا فلوس انا الحقيقه لا اعرف بماذا كلف او ولكن اعرف انه تعاون مع ليبيا بعد خروجي من رئاسه الوزراء وكان متعاطفا مع ليبيا حتى في 2011 وكان يريد أن يجد مخرج أو يساعد أو يقوم بمهمة فهذه مين بعد من الشخصيات بشيء بشيء يذكر رؤساء وزراء سابقين عملوا مستشارين لليبيا قبل 2011 أشوف ابتسامة عندك وأتمنى أحصل على جواب شوف أنا أختصر لك الطريق لا بالعكس أنا ما أبيك تختصر الطريق أنا أبي تأخذ راحتك في الطريق ليبيا أو السياسة الليبية كانت تستثمر كل ما يعني بعد سنوات من الخبرة وبعد سنوات من الدراسة يعني ضيعنا أشياء كثيرة لكن في السنوات الأخيرة بدأنا نستغل بذكاء نادر والقذافي أحسن من يجيد استخدام البشر بشكل أو بآخر توظيفهم في بالشكل الذي يوظفهم لمصلحة الاستراتيجية الخاصة به في وظف من غير توني بلير وساركوزي كثير
يعني ناخذ كمان يعني ناخذ بعد ثلاث أمثلة حتى نقفل خمسة. يعني كثير من اللي في السلطة وخارج السلطة مثلا، لا أبي أسماء بارزة. وايد قاعد تحسب الحين؟ لا لا أنا أحاول أستذكر يعني من كثرهم وما ظهر وايد العدد كبير. معظم وزراء خارجية، بعض وزراء خارجية في دول إفريقية وحتى يمكن عربية أو أوروبية، بعضهم محامين بعضهم مثل من؟ فكنا نضمن لهم يعني عيش كريم، عيش كريم من ناحية، أو أن احنا نكلفهم بمهام. على سبيل المثال من؟ خلينا نذكر الأسماء اللي صار خلاف بعدين معاها، حتى لأن إذا قلت لي علاقتنا إلى الآن جيدة معاهم ما راح تتكلم. هذا في أوروبا حتى لو ما عندناش بهم علاقة نستطيع أن تستخدمهم. مثل أنا مثلا المحامي بتاعي في قضيتي رفعت قضية على الاتحاد الأوروبي بعد 2011. أنت عارف أنا اسمي علي عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وعندما خرجت من بعد أن دهمني الإخوان الشياطين وخرجت من السجن رفعت قضية على تطوع وزير خارجية فرنسا السابق ديشاريت، ورفع قضية باسمي ودافع عني وتحصلت على رفع العقوبات علي من أوروبا من 27 دولة. هذا وزير خارجية هو تطوع فرنسا السابق، يعني هو جاءني بحكم لدينا علاقة، زارني هو أصدقاء وطلب، قال لي ليش أنت قاعد تحت القيود؟ قلت له حسب، قال لي اسمح لي أنا وإني أرفع قضية أنا فأصدقاء لنا، بس هي مش تطوع يعني، هو أصدقاء لنا مشتركين، هو عرض، هو عرض يعني مقابل مالي، بس مش تطوع. تدافع عن ليبيا أو عن ليبي برضو، يعني قصة بالمعنى السياسي في تلك المرحلة برضو لها تبعاتها يعني. بس إذا كان المبلغ المالي، أنا أوريك أن الأوروبيين المبلغ المالي كان محرز، فما لا مشكلة. ما فيه محرز ولا عبد السميع، هم أصدقاء مشتركين، هم أكيد قد يكونوا دفعوا لي بعض المبالغ لي يعني أنهم يدافع عني. فهذا مثال يعني، وزير خارجية فرنسا ديشاريت رفع قضية وكسب هذه القضية لصالحي فيها. بس هذا المثال أنا راح أخذه مثل ما وبقى أنت عارف أنا علي قيود منذ 2011 ممنوع حتى نسافر لليبيا منذ ذلك الوقت، حتى لما قررت أعود إلى ليبيا في من بعد مارس منعت، ووجهت لي دعوة من كثير من رؤساء الدول بما فيها روسيا ومنعت حتى هذه الساعة. بس الوزير الفرنسي نجح في القضية بالنسبة لأوروبا، رفعت عن القيود، لكن بعض الدول ما زالت أو الـ الـ القوى اللي غير ظاهرة في تقود العالم الخفي هذا ما زالت تضع علينا. هذا ممكن يكون على الصعيد الشخصي الآن ومجلس الأمن وهؤلاء، هذا على الصعيد الشخصي. نعم، بس على صعيد الجماهيرية والعقيد معمر القذافي، احنا ذكرنا اسمين الان، انا الى الان طبعا شوف مثلا ان اعرف من استخدمت ليبيا، ما راح استخدم كلمه استخدمته لان انت ما راح تجاوبني. من عمل مستشار للرئيس الليبي السابق؟ خلي اقول كذي.